بما انه قلنا هولندا تأهلت لكأس العالم، نجم الكرة الهولندية رونالد ديبور تحدث عن إعجابه باستعدادات وتحضيرات قطر للمونديال وبارك المنتخب السعودي تأهله لكأس العالم. اللقاء مع مفادنا إلى الدوحة طلال الغامدي. My name is Ronald Deboer and I'm the newest addition to the Qatar Legacy Ambassador team. راح فيك خلينا شيء نقول لك كيف شفت التجهيزات والتحضيرات لكأس العالم هنا في قطر. أزور الدوحة بين الحين والآخر للإطلاع على آخر الاستعدادات، وفي كل مرة ألاحظ التغييرات الكبيرة التي حدثت. حقيقة تحضيرات كأس العالم على المسار الصحيح، وقطر مستعدة لاستضافة نهائيات المونديال، ولكن بالطبع هناك مجال للتطور أكثر في بعض النقاط، إذ تفصلنا عن الموعد المنتظر 6 أشهر، وأنا واثق أن قطر ستكون في أوج الاستعداد لاستضافة كأس العالم والترحيب بالجميع في الدوحة. Welcome everybody here in Doha. احنا في السعوديه المنتخب السعودي الاخر منتخبات المتاهله، كيف شفتها المنتخب السعودي وكيف ترى حظوظ السعوديه في كاس العالم في قطر؟ اولا اهنئ المنتخب والشعب السعودي على التاهل. اعتقد انه من الرائع ان يكون هناك منتخب عربي اخر في البطوله، فانا اعلم ان الشعب السعودي لديه شغف كبير بكره القدم، وسيكون لدينا الكثير من الزائرين من المملكة، وسيكون ذلك مفيدا جدا للبطولة. لعبت ضد المنتخب السعودي في نهائيات 94 في الولايات المتحدة، وفزنا عليهم بهدفين مقابل هدف واحد بالحظ. المنتخب السعودي مجموعة قوية وواعدة، وأعتقد أنهم سيبلون جيدا في البطولة، والتأهل للدور الثاني بحد ذاته إنجاز كبير. من المنتخب اللي توقعت أن يتأهل كأس العالم ولم يتأهل، أو تمنيت أن يتأهل؟ بالنسبة لي كل منتخب متأهل استحق التواجد في هذه البطولة، لكن في بعض الأحيان بعض المنتخبات احتاج قليلا من الحظ، وهذا لم يحدث مع المنتخب الإيطالي مثلا، فهو منتخب كبير بتاريخ عريق في المونديال، خاصة وأنه توج بلقب بطولة أوروبا الأخيرة، ولكن لم يتمكنوا من التأهل لكأس العالم. الجميع سيواجه لحظات صعبة، ولكن الآن الجميع مرحب به، وسأرحب بهم في قطر كما أرحب بضيوفي في هولندا. سأعامل الجميع بالمثل، وأتمنى لكل المنتخبات التوفيق. I wish everybody who comes here all the luck.